عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم كيف العادة بمقطع جديد، لكن المرة هذه بخصوص المنتخب الأولمبي التونسي، حيث كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة على صفحاته الرسمية بالفيسبوك عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي الذي سيواجه نظيره الفلسطيني في مباراتين وديتين، وذلك يومي 31 مايو و5 جوان على ملعب المنزه في العاصمة التونسية، وذلك ضمن التحضيرات لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. هذا وقد واجه الإطار الفني للمنتخب الأولمبي التونسي بقيادة الناخب الوطني ماهر الكنزاري الدعوة إلى 24 لاعبا، حيث ضمت 4 مواهب تنشط في أندية أوروبية، منهم 3 يتلقون الدعوة للمرة الأولى. قبل ما نقدم لكم أكثر تفاصيل، نحب نقول لكم اللي كي تعمل جيم للفيديو راك تعاوني في نشره، وكان عجبك المحتوى اعمل سبسكرايب القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا بخصوص المنتخب. نجحت الجامعة التونسية في استقطاب اللاعب سيف الله الطيف الذي سيكون حاضرا لأول مرة مع نسور قرطاج، والذي ينشط في خطة جناح أيمن مع فريق FC وينترثور السويسري، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى السويسري. بدأ تكوينه مع فريق زيوريخ السويسري. اللاعب سيف الله الطيف من مواليد سنة 2000، وقد تمت دعوته للمنتخب الأولمبي للوقوف عن إمكانياته الفنية والبدنية عن قرب، وذلك قصد دمجه ضمن مجموعة لاعب المنتخب الأول في قادم المواعيد. كما نجح أيضا الاتحاد التونسي في ضم اللاعب منير الجلاسي الذي ينشط في خط الظهير أيمن مع نادي بروما بوشقرنا الناشط في دوري الدرجة الثانية السويدي. اللاعب عمره 22 سنة وهو من مواليد سنة 1999، وتمت دعوته كذلك قصد الوقوف عن إمكانياته الفنية لضمه المنتخب الأول في قادم المواعيد. كما شهدت القائمة كذلك حضور الجناح الأيسر لفريق أجاكسيو الفرنسي وهو اللاعب أنيس عجرود للمرة الأولى في مسيرته، وهو من مواليد سنة 2002 ويحمل الجنسية الفرنسية. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش تعمل جيم للمقطع، ما تنساش تعمل جيم للفيديو، تشترك بالقناة باش يوصلك جديدنا، وطوام عليك نقولكم شوفوكم على خير.